السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة وضع الطفولة في اليمن. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، قالت إن هناك جيلا بأكمله من أطفال اليمن يكابد التبعات المدمرة للحرب الدائرة التي لا طائل له فيها. وأضافت ممثلة المنظمة في اليمن ميرشل ريلانو، أضافت أن الحرب تسببت بمقتل وإصابة أكثر من 5000 طفل في وقت تفشت فيه حالات سوء التغذية والأمراض على نحو غير مسبوق نتيجة لتعطل الخدمات الأساسية. مشاهدينا، نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن إنقاذ جيل جديد من عتبات الموت في اليمن؟ وما هو الدور الملقى على عاتق المنظمات الإنسانية؟ وهل هذه المنظمات تقوم بذلك الدور؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. الحياة أقوى من الموت في اليمن، فرغم الحرب والقتل والكوليرا وكوارث أخرى، إلا أن نبض الأمل يهزم رصاص اليأس، حيث سجلت تقارير دولية ولادات جديدة في زمن الحرب. منظمة اليونيسف أكدت ولادة أكثر من 3 مليون طفل من مارس 2015. تقول المنظمة إن هؤلاء الأطفال ولدوا في ظروف مليئة بالعنف والنزوح والمرض والفقر. يرصد تقرير اليونيسف الذي حمل عنوان مولودة في زمن الحرب مقتل وإصابة أكثر من 5000 طفل جراء العنف، في الوقت الذي يحتاج فيه قرابة 11 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية. ويشير التقرير إلى عدم قدرة أكثر من نصف أطفال اليمن الحصول على مياه نقية وخدمات صحية ملائمة. يوثق التقرير إصابة أكثر من 1 مليون طفل بسوء التغذية، ومليون طفل آخر بالكوليرا وأوبئة أخرى، فيما يحرم 1 مليون طفل من المدرسة في وضع تسيطر فيه مجموعات مسلحة ونازحون على بعض المدارس، فضلا عن أكثر من 250 مدرسة دمرتها الحرب. بتقدير اليونيسف، فإن الوضع الصحي في اليمن غير آمن على مستقبل الأطفال، فأكثر من نصف المرافق الصحية لا تعمل، وأقل من نصفها الآخر بدون مستحقات مالية. جيل بكامله مصر على الولادة في اليمن، جيل أطفال وفق اليونيسف يكابد تبعات الحرب المدمرة التي يخوضها الكبار. مواليد في زمن الحرب يحتاجون بشكل عاجل إلى حل سلمي يضع حدا للعنف، ويضمن على الأقل وجودا آمنا للمياه والرعاية الصحية، ووصولا مستداما للمساعدات الإنسانية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش. سينضم إلينا ضيفي من نيويورك، سينضم إلينا رئيس المجلس الأعلى للحقوق والحريات الدكتور دحان النجار، وستنضم إلينا من العاصمة صنعاء لمياء الإرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة. نبدأ معك سيد الدكتور دحان من نيويورك، رئيس المجلس الأعلى للحقوق والحريات، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا بك دكتور. يعني في البداية، كيف تنظر إلى وضع الطفولة في اليمن؟ يا عزيزي، وضع الطفولة في اليمن كارثي بكل المقاييس، وهذه هي المأساة التي تمس مستقبل الأجيال اليمنية ومستقبل الشعب اليمني، لأن الأطفال هما مستقبل هذا الشعب. وما يتعرض له الأطفال في ظل هذه الحرب اللعينة شيء لا يمكن أن يتخيله المرض. الأطفال هم ضحية لهذه الحرب من عدة نواحي. درجة أولى، فهم يجندون بشكل قسري وعشوائي وبشكل غير إنساني، ويوجهون إلى جبهات القتال ويموتون في سن لا يعون ماذا يعملون، ويتم الدفع بهم واستغلال عواطف الأطفال واندفاعهم في سبيل توجيههم إلى حتفهم. نعم. الجريمة الأخرى بأن الأطفال هم ضحايا الحرب من الناحية الغذائية، من الناحية التعليمية، من الناحية النفسية، فكثير من الجوانب هم أكبر الضحايا في هذا المجتمع، ولأنهم يمثلون هم الأجيال المستقبلية للمجتمع. كيف تبني مجتمع والأجيال تقتل، الأطفال يجوعون، الأطفال يخرجون من المدارس أو لا يجدون فرصة التعليم ولا فرصة الغذاء ولا فرصة الدواء؟
هذه هي الكارثة الفعلية التي ستكتب عن هذه الحرب اللعينة. نعم، ابقى معي دكتور. أذهب لضيفتي لمياء الأرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة. مرحبا بك سيدة لمياء. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا، أهلا بك سيدة لمياء. يعني في البداية أنت لو تعطينا لمحة عن وضع الطفولة في اليمن. في الحقيقة يعني من الملاحظ أنه أثرت الحرب في اليمن التأثير بالغ على الأطفال، فإذا كان الكبار هم اللي يسمعون الحرب فالأطفال هم وجودها وأكثر الضحايا. نعم. في تسجيلات إلى أنه عدد الأطفال بلغوا 2768 طفل قتلى و2598 من الجرحى. نتيجة لهذه الحرب كثير من الأطفال انضموا إلى قافلة الأيتام. الشوارع أصبحت تضج أيضا بالأطفال ضحايا الحرب العبثية. يعني يكفي أن نعرف أنه 11 مليون طفل يمني يحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة. أيضا سوء التغذية ارتفع بنسبة كبيرة جدا وأصبح لدينا أكثر من مليون طفل يعني من سوء التغذية. النزوح وما أدراك من النزوح ومشاكله النفسية والتعليمية والصحية بتأثر سلبا على الأطفال. حسب اليونيسف أيضا أنه بيموت كل 10 دقائق طفل من أمراض كان يمكن أن يتم تفاديها. نعم. وهذه كارثة بكل المجالس. نعم. الكوليرا، الآن الكوليرا منتشر بشكل كبير جدا. نسبة الأطفال الذين يعني هناك شك بإصابتهم بدون سن الخامسة يبلغ حوالي 70%. كارثة أخرى لموضوع الحرب في اليمن عن الأطفال موضوع انقطاع الرواتب، لأنه نتيجة انقطاع الرواتب المدارس توقفت عن العمل. نعم. ويعني وعن أداء دورها، وبالتالي يحرم الأطفال من أهم حق وهو حق التعليم. الحرب دمرت أكثر من 10% من المدارس تدمير كلي، وأكثر من 56 تدمير جزئي. بعض المدارس يتم استخدامها كمساكن للنازحين، وبالتالي لا يتم الاستفادة منها في التعليم. والبعض الآخر بتكون قريبة من مناطق الصراع والنزاع، وبالتالي تكون غير آمنة للأطفال، فيتم أيضا يعني هدر الفائدة من استخدامها. بهذا يعني نجد أن الحرب ستنشئ جيل مضطرب نفسيا، وهنا الكارثة. نعم. كارثة المستقبل التي ستكون فاتورتها باهظة الثمن. نعم. أيضا موضوع الحصار يعني يعتبر انتهاك صارخ بحق الطفولة، لأنه الضحايا هم الأطفال. تختفي المواد الغذائية من الأسواق، الأدوية بتنعدم، البترول بينعدم وترتفع أسعاره، وبالتالي تتأثر الأجهزة في المستشفيات، حاضنات الأطفال الذين يولدون مبكرا تصبح غير قادرة على تأدية أعمالها. أيضا كما ذكر زميلي موضوع تجنيد الأطفال من طرفي الصراع كارثة، بحاجة إلى أنه يعني ينظر لها بجدية وينظر لها كقضية هامة جدا، لأنها بتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. يعني كثير من الأطفال بدل أن يتوجه إلى المدرسة ويتوجه إلى ساحة القتال، بينما مكانه الأساسي هو المدارس. فالحرب هذه كارثة بكل المقاييس، خاصة على قطاع الطفولة في اليمن. نعم. يعني لو تحدثنا عن طرفي الأزمة، هل هناك يعني إدراك لواقع الطفولة من قبلهم، وأيضا تعامل ولو بالنوع البسيط مع هذا الجانب؟ يعني نحن فهمنا منكم ضيفية أن هناك تجنيد للطفولة، لكن هناك أمور أخرى كجانب صحي وجانب، هل هناك يعني نوع من المسؤولية يتحملها كلا الطرفين؟ ولو أن الحرب يعني فرضت واقعا جديدا، لكنهم هل يتعاملون بنوع من المسؤولية؟ سيدة لمياء هل تسمعيني؟ نعم نعم. والله شوف، يعني المشكلة أنه دائما وحتى من قبل الحرب موضوع الطفولة كان هو العنوان في أسفل صفحة أجندة اهتمام الحكومة، حتى في الحكومات السابقة، ولهذا هو معرض وكان معرض لأن يسقط في أسرع وقت، وهذا ما حدث. إن كان يعني الطفولة هي يعني مشكلة الطفولة حدث. هي حتى ما قبل الحرب هي مشكلة قائمة. نعم. من مدى طويل. نعم، مشكلة قائمة، وهناك نظرة دونية نحو هذا القطاع، ليس هناك وعي لدى الحكومات بأن هؤلاء الأطفال الذين يشكلون جزء الحاضر هم كل المستقبل. نعم. يعني وبالتالي ليس هناك اهتمام لا في الميزانيات اللي كانت تخصص في التعليم أو في الصحة أو في التغذية، أو كانت أقل الميزانيات هي ما تعد للطفولة. نعم. وهذا يعكس طبعا يعني نظرة الحكومات المتعاقبة لقطاع الطفولة في اليمن.
نعم، إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة لمياء. أعود لضيفي الدكتور دحان النجار. يعني دكتور، برأيك ما هي يعني من يتحمل يعني تبعات أو الوضع الحاصل حاليا للطفولة في اليمن؟ يا عزيزي، كل الجهات مسؤولة عن الوضع الحالي، ولو أن المسؤولية تختلف إلى حد ما من جهة إلى أخرى، لكن أنا أقول بأن طرفي الصراع هما مسؤولان بدرجة أولى عما يدور، وبالذات لأن طرفي الصراع اليمنيان هما من يجب أن يعي الكارثة التي تواجه الأجيال المستقبلية، وهما من يجب أن يبحث عن حل لمشكلة الحرب والسلم، ومن ضمنها يعني رعاية الأجيال القادمة. لكنني لا أرى هذا الاهتمام. الجميلة التي تكلمت بدفع الأطفال إلى جبهات القتال وبحرمان الأطفال من المدارس، حرمان الأطفال من حبة الدواء ومن الغذاء. من المسؤول الأول عن ذلك؟ المسؤول الأول هما الأطراف اليمنية التي تخوض حربا داخلية هما بدرجة ولا مسؤولان عنها، وأيضا هناك مسؤولية إنسانية على المجتمع الإنساني الدولي. لا أستطيع أن أبرئه مما يحصل في اليمن، لأن الحالة اللي وصلت إليها اليمن ربما كانت عبارة عن تداخل كثير من العوامل الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية والمحلية التي أوصلت الوضع في اليمن إلى ما نحن فيه، وسببت هذه الكارثة التي تأثر فيها الطفل اليمني قبل غيره من الفئات الاجتماعية. دكتور، في هذه النقطة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كيف تقيم دورها؟ أولا، المنظمات الإنسانية مشكورة تلعب دور إلى حد ما في سبيل تلبية حاجة الطفل، أو على الأقل حماية إلى حد ما من خلال الضغط على الأطراف النزاع في إدخال المواد الغذائية والدواء، ولكن هذا أمر لا يكفي. المنظمات الإنسانية الدولية هي منظمات تابعة للمنظمات الدولية السياسية التي بيدها قرار الحرب والسلم في أي بلد من بلدان العالم، فهذه المنظمات هي مسؤولة بدرجة رئيسية عما وصلنا إليه، لأنه كان بإمكانها أن تحمي مجتمعنا اليمني المدني، بإمكانها أن تحمي الطفولة اليمنية عبر قرارات دولية صارمة تلزم الأطراف المتصارعة بوقف الحرب بالاتجاه إلى الحوار السلمي الجاد في إيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية القائمة. فأنا أحمل لهم مسؤولية كبيرة، وكما أكدنا مرارا وتكرارا أن الحالة القائمة في اليمن أو في غير اليمن لها امتداداتها السياسية الدولية والإقليمية التي تتلاعب فيها قوى لها مصالح في إثارة مشاكل كهذه، في إثارة حروب أهلية، في إثارة حروب إقليمية لتحقيق أهداف سياسية أخرى. ومن الضحايا في هذه الحالة؟ الضحايا بدرجة رئيسية هو المجتمع المدني، والمجتمع المدني بدرجة أولى الضحايا هم الأطفال في ذلك المجتمع. فلذلك لا أبرئ المجتمع الدولي مما يدور في اليمن. نعم دكتور، ابقى معي. أعود بالسؤال لضيفتي السيدة لمياء الإرياني. سيدة لمياء، أيضا عن دور منظمات حقوق الإنسان، أنت برأيك يعني كيف تقيمين أداء هذه المنظمات تجاه قضية الأطفال في اليمن؟ في الحقيقة المنظمات الدولية يعني تقوم بجهود نتمنها كثيرا، ولكنها تظل غير كافية في ظل استمرار الحرب وفي ظل استمرار هذا النزاع وفي ظل اللاوعي بأهمية إيقاف هذه الحرب العبثية. المنظمات الدولية مهما بذلت، هناك بعض المناطق لا تستطيع أن تدخلها لأن النزاعات فيها شديدة جدا، وهناك أيضا بعض المناطق التي لا تقوم به هذه المنظمات الدولية وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بالذات. يعني أنا أديلك مثال بسيط جدا، مجلس العدل الأمومة والطفولة يفترض أنه يقدم التقرير الدوري الشامل حول مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التقرير الخامس والسادس، ولكن وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، ولكن منظمة اليونيسف اعتذرت عن هذا الموضوع نتيجة إلى وجود حكومتين، حكومة الشرعية وحكومة الأمر الواقع، وكل هذه الإشكاليات تفرض على منظمات
المنظمات الدولية يعني صعوبات معينة تحد من قدرتها على تأدية واجبها، ولذلك الحل الوحيد هو إيقاف هذه الحرب العبثية، الحرب التي أكلت الحجر والشجر، الحرب التي انعكست أثارها بشكل مدمر على كل القطاعات في اليمن. البنية التحتية اليمنية أصبحت شبه منتهية، المستقبل شبه منتهي. فالحل الوحيد هو نحن من خلال هذا البرنامج ندعو طرفي الصراع إلى تغليب المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية والمصالح السياسية والحزبية، وأن يعودوا إلى طاولة الحوار، يعودوا إلى الحل السلمي، لأنه لا يمكن أبدا من خلال العمل العسكري أن يكون هناك منتصر، الجميع خاسرون بدون شك. هي قضية الطفولة سيدة لمياء قضية إنسانية بامتياز، لكن في المقابل يعني الحرب يعني فرضتها قضية ولم تكن حرب عبثية بامتياز، لكن هنا السؤال يعني ما هو مستقبل هذا الجيل الذي يتعرض للتدمير؟ هنا كارثة. ما هو مستقبل هذا الجيل الذي أصبح يعاني من مشاكل نفسية ومشاكل جسدية؟ المعاقين، الأطفال الذين ظهرت عليهم بعض الأمراض النفسية مثل التأتأة والتبول الإرادي، الخوف، الفزع، يعني حالات نفسية كبيرة جدا. كيف يمكن لهؤلاء مستقبلا أن يبنوا وطن؟ هنا يجب أن نفكر. وصحيح كلامك أنه المسألة يعني إنسانية بالدرجة الأساسية، ولهذا نحن ندعو إلى إيقاف الحرب وإلى العودة إلى طاولة الحوار، لأنه في النهاية العامل الإنساني هو الهم، وهو ما يجب أن نهتم فيه، وهو ما سيكون المستقبل القادم. نعم، إذن هنا فقط بسؤال أخير سيدة لمياء، يعني كيف يمكن حماية جيل الأطفال من آثار الحرب؟ ما هي الوسائل؟ شوف، يعني الإشكالية مثلا إحنا في المجلس على الأمومة والطفولة، إذا تحدثت عن هذا القطاع في ظل الإمكانيات لا أقول المعدومة ولكن ربما الشحيحة جدا، دورنا شبه معطل. يعني احنا كل الذي استطعنا ان نعمله خلال هذه 3 سنوات هو تقديم بعض البرامج الدعم النفسي واعاده التاهيل النفسي للاطفال ضحايا الحرب. ايضا عملنا دراسه حول اثر الحرب على القطاع التعليمي، واثر الحرب او واقع عداله الاحداث وكيف يمكن ان يتم تحسينها مستقبلا. ولكن هناك الكثير من الاشكالات الصحيه، اشكالات التغذيه، اشكالات كبيره جدا. نعم، ليست متأثرة لدينا، وبالتالي أجد أنه من الصعوبة بمكان، خاصة في ظل أن هناك أولويات لدى الحكومتين يضم فيها الطفولة هو آخر الأولويات. لذلك أنا أجد أنه لا بد من الاهتمام، ولا بد أن يكون هناك ربما صخوة من قبل الجائمين على سلطة القرار، بالذات القرار الأعلى، إلى ضرورة أنه يعني النظر لقطاع الطفولة باهتمام، لأن الوضع الإنساني كارثي بامتياز. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيدة لمياء الإرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود لي ضيفي دكتور دحان النجار من نيويورك، رئيس المجلس الأعلى للحقوق والحريات. دكتور، هنا يعني سؤال أخير، ما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها لحماية حق الطفولة في اليمن؟ أنا أعتقد بالإضافة إلى ما ذكرته زميلتي من صنعاء مشكورة على التوضيح، هناك محوران رئيسيان يجب العمل فيهما من أجل حماية الطفولة. المحور الأول وهو الأساس يعني اللي يقود إلى كل الكوارث، وهو المحور السياسي. المحور السياسي يعني توجيه الضغط الشعبي الشديد، والتوجيه الضغط المنظمات الحقوقية الإنسانية اليمنية أولا إلى الجهات الفاعلة في الحرب، والضغط عليها في العودة إلى طاولة الحوار السلمي. الشيء الآخر هو توجيه رسائل المجتمع الدولي لمساعدتنا في الضغط على الجهات المختلفة في العودة إلى الحوار السلمي وإنهاء هذه الحرب اللعينة التي هي أساس كل الكوارث. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
العمل بالاتجاه الإنساني الداخلي لتوفير برامج بديلة لحماية الأطفال، من ضمنها برامج الصحة النفسية، برامج الرعاية الاجتماعية، برامج توفير الغذاء وتوفير الدواء، إعادة تشغيل المدارس بالإمكانات اللي نستطيع أن نحصل عليها من المنظمات الدولية الإنسانية أو من منظمات المجتمع المدني أو من التبرعات. نعم. وفي نفس الوقت العمل على عدم إهدار الإمكانيات التي تتوجه إلى جانب قطاع الطفولة من المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية. هناك إهدار كبير للموارد يتم في على الأرض، الكثير منها لم يصل إلى مستحقيها. كان بالإمكان تشغيل عدد كبير من المدارس، بالإمكان إعادة تشغيل الكثير من المستشفيات، لكن نتيجة لحالة الحرب والفوضى والفساد ونهب المساعدات الإنسانية في مختلف المناطق، الكثير منها يذهب إلى جيوب الفساد بشكل فاضح، وهذا أمر يجب أن لا نسكت عليه. فأعيد التذكير أن هناك المحوران الرئيسيان، هو المحور السياسي الذي يجب أن تصب فيه كل الجهود في سبيل إيقاف هذه الحرب بكل ما تعنيها الكلمة، والمحور الآخر هو المحور الإنساني في توفير المواد الإنسانية وترشيد استخدامها وتوزيعها. نعم دكتور، تحدثنا أنت على المنظمات الدولية، بالنسبة للمحلية كيف تنظر إلى أدائها باختصار؟ تقوم مشكورة بدورها، ولكنها أيضا لا تخلو من الشوائب ومن العلل ومن مظاهر الفوضى والفساد. أيضا هناك الكثير من الإمكانيات تهدر في سبيل، يعني لا أستطيع أو لا أريد أن أسمي لكي لا أجرح أحد، ولكن بشكل عام هناك نوع من الإهدار وهناك نوع من الفساد أيضا. لكن المنظمات المحلية التي تقوم بدورها مشكورة، البعض منها أيضا يحاول توفير إمكانيات من العدم في سبيل أن يقوم بدور استشعار بالدور الوطني والدور الإنساني والإخلاقي، فمشكورين على ذلك. ومع ذلك لا بد من ترشيد العمل ومحاولة تصويبه بالاتجاه الصحيح وضحت الصورة دكتور، القضاء على مظاهر الفساد والإهدار. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الدكتور دحان النجار رئيس المجلس الأعلى للحقوق والحريات، كنت معنا من نيويورك. وأشكر أيضا في الختام السيدة لمياء الإرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة، كانت معنا من صنعاء. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله.